دول الكفر. كان هناك المركز الإسلامي في وسط المدينة. في وسط المدينة كان عن يمين المركز الإسلامي خمارة، وعن اليسار خمارة، وأمام المركز خمارة. كما يقول ابن خلدون أنه زار أوروبا فوجد أن بين كل خمارة وخمارة خمارة، نسأل العافية والسلام. فهذا حارس الخمارة التي أمام المركز الإسلامي، يقال عنه بلغتهم بوديغارد، قوي جدا ما شاء الله. فيوم من الأيام دخل المركز الإسلامي وصعد ودخل، وجد الشباب، قال ماذا تصنع هنا؟ يعني لا أرى سكارى، لا أرى نساء، لا أرى عري، لا أرى هذه الأشياء التي تكون عندنا في الخمارات، يعني عندهم هم. فقالوا له هذا هو الإسلام. قال ماذا الإسلام؟ قال الإسلام دين هو يجعل العلاقة بين العبد وبين الرب لا يتعلق إلا بالله، ويأمر بمعالي الأخلاق، لا خمور، لا سفور، لا اختلاط، ولا غير هذا. قال سبحان الله، أنا أريد هذا لا أريد الخمارة. دخل في الإسلام ولله الحمد. بعد هذا رجع إلى بيته وقال لزوجته أنا الآن مسلم وأنت الآن تحرمي علي، فلا يمكن أن تبقي معي إلا وتدخلي في الإسلام. قالت ما هو الإسلام؟ شرح لها، سبحان الله، شرح الله صدرها للإسلام فأسلمت. يقول بعد زمن حصل عند أهل الزوجة مثل الوليمة أو يعني دعوة الأقرباء، والبنت طبعا تذهب إلى بيت أبيها. ذهبوا وكانت المائدة فيها ما خاب وحرم، فيها الخمر وفيها الخنزير. فهذا المسلم لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. تنحى عنهم. أبو الزوجة قال للزوجة لماذا هذا لا يأتي ولا يجلس معنا ولا يأكل؟ قالت هو مسلم. قال ما الإسلام؟ قالت الإسلام كذا وكذا وكذا. قال كيف يعيش هذا بدون شرب خمر وبدون أكل خنزير؟ قالت سبحان الله، الحياة تكون أجمل ما يكون بترك شرب الخمر وأكل الخنزير. قال لعل هذا الرجل يصنع بك من الضرب أو من السب. قالت لا، هو يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بخلق الإسلام. فأخذ يتكلم على الزوج ويسب هذا الذي كان حارسا للخمارة. بدأ الحضور بالدفاع عن هذا المسلم، يقول اتركوا وشأنه، ونحن نعني نأخذ نصيب هذا الرجل من الخمر والخنزير. فبدأ هذا المسلم يتكلم مع الأب بكلام حسن. قال لهم أنا مسلم والدين الإسلامي يأمر بحسن الخلق، ولا أستطيع أن أرد عليك إلا بما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فبدأ يصيح هذا الأب ويسب ويشتم، والحضور يدافع، وهذا المسلم يتكلم عن الإسلام، عن الخلق، عن الأدب. كثر الكلام، ثم في نهاية
هذا الحديث وهذه المجادلة، قال هذا الأب الكبير في السن لزوج البنت، قال كيف أكون مسلما؟ قال بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قام الحضور وأخذوا هذا الرجل المسلم، يبعدوه عن هذا الأب حتى لا يسلم، لأنه لو أسلم أفسد عليهم هذه الحفلة وهذا الشرب وهذه الأشياء. ولكن سبحان الله هذا المسلم يعني قوي، ما استطاعوا أن يبعدوه، فأخذ يتكلم مع هذا الأب، وبدأ الأب بالنطق بالشهادة، نطق المرة الأولى ثم المرة الثانية بالتلقين من هذا المسلم. فقال له هذا الرجل الكبير، قال له أنا سأقول الشهادة بنفسي بدون تلقين، وقالها ولله الحمد. ثم يعني حصل من الفوضى ومن الكلام ورفع الصوت حتى أدخلوا يعني أدخلوا هذا الكبير في السن إلى الغرفة. ثم سبحان الله دقائق معدودة وتوفي هذا الرجل على الإسلام ولله الحمد. فانظروا إلى الخلق الحسن، إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.